بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا تتواصل وانطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة، شوط الختام الخاص للأبكار. مشاهدينا الكرام، لا زالت الامور تسير لصالح ايضا شعار بن مرخان منذ البدايه الشاهينيه. سيف بن جعفر بن مرخان يتصدر القياده وينطلق بالشاهينيه المركز الثاني. المركز الثاني نتاخر قليلا، كان شوف المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الكرام يلي وصلت في هذه اللحظات الظبي مطر بن عمر الشامسي، اما في المركز الثالث تتواجد الغزيل محمد بن حمد بن نباح العامري، وفي المركز الرابع مشاهدينا الكرام لمحمد بن هادي الشهواني. لم تسجل في كشف الاسماء، لكن هذا الشعار فاز منذ لحظات وحقق الانتصار بأريام، وهو ينطلق بقول هذه الريم اللي انطلقت في هذا الشوط وموقعها المركز الرابع الخامس. شعار بن جيرة على المركز الخامس على ظهر ويش؟ على ظهر الشاهينية محمد بن جيرة العامري. لكن لحقنا يا ابو عمران، لحقنا بشعار بن مرخان. يا سلام، سيف بن جعفر بن مرخان، اللهم صلي وسلم على النبي، على هذه الاندفاعة المميزة وانطلاقت الشاهينية بالانفراد الواضح كل الوضوح. ها هو سيف بن جعفر بن مرخان يتصدر قيادة هذا الشوط وينطلق بالشاهينية كتعلن الفوز والانتصار وتهديه لسيف بن جعفر بن مرخان. تغادر بوابة الكيلو المتر الأخير متجهة اتجاه سليم إلى الأمتار النهائية. سيف بن جعفر بن مرخان على المقدمة على الصدارة منذ بداية الشوط، قاد المسيرة. نشوف المركز الثاني، نعطيكم لقطة، ولكن لم يمدينا الوقت. فرق كاسح ما بيننا وما بين الثاني. عود لي لشاهينية بن مرخان، سيف بن جعفر بن مرخان مشكور يا ابو علي مشكور. سعود الحبسي المتابع لهذه الشعار ما شاء الله عليها، انفردت منذ البداية، قادت المسيرة حينما اعلن الانطلاقة بن وديمة. قدم بن مرخان الشاهينية بهذا الانفراد. سيف بن جعفر بن مرخان، يا سلام يا سلام، وايش من ختام هذا؟ ختامها مسك. معك يا بن مرخان الشاهينية، بسم الله ويا ذكر الله، تستعرض عروضها المميزة الممتعة للجمهور. بسم الله وما شاء الله على هذا العرض، على هذا الأداء، على هذا العطاء اللي تقدمه على أرضية ميدان الساد بانفرادا واضحا كل الوضوح. تقترب من خط النهاية وخط النهاية يرحب كل الترحيب بقدوم الشاهينية، معلن الفوز والناموس بدون منافس على الأطلاق، شوف يا القابري الفرق الكاسح، وعود لي للشاهينية مهدية الفوز والناموس لسيف بن جعفر بن مرخان. تهانينا والناموس لسيف بن جعفر على هذا الفوز، والتهني موصول لسعود بن علي الحبسي المتابع لهذا الشعار. تصل الشاهينية معلنها الفوز والناموس والانتصار. المركز الثاني مع محمد بن هادي الشهواني. المركز الثالث
الشيخ سالم بن حمد بن ركاب العامري. التوقيت 4:40 بالوفاء والتمام. تهانينا لسيف بن جعفر بن مرخان.